الاخ علاء الاسواني عمل كتاب اسمه يا أمارة يعقوبيان. تمام. الدولة الرشيدة، يوم واحد يناير، واحد يناير، انت كنت في الفيلم ده على فكرة، انت كنت طالع ابن نور الشريف. ايوه انا كنت طالع. فاكرك انت كنت مع ابن نور الشريف فرحان. طيب ماشي. في واحد يناير رجع لي الصورة تاني، الولد ده المريض نفسيا ده، عشان اللي يعني ربنا يشفيه من وشه اللي فيه، طلعه تاني. طلعه تاني. واحد يناير الدولة الرشيدة بتاعت مبارك 2011، الصبح لقيت الفيلم يا عبارة يعقوبيان اللي شاتم في البلد بيتذاع في القناة الأولى المصرية. تخيل الولد ده، أنا هسيره الكتاب بتاعه. هو مهووس بالجنس بالشذوذ، وعشان كده جاب، لو تفتكر الفيلم فيه كان خالد الصاوي، حاتم رشيد، دور حاتم رشيد. اه بالظبط كده. بس حاتم رشيد كلهم دلوقتي في تركيا، كل حاتم رشيد سافر تركيا دلوقتي. طب في اللي بعده على طول عشان الوقت هيس علينا. الولد ده الكتاب بتاعه الخيال العميل ده سريع ده. لا 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 هات لي الاول تاني. لا الوقت والله بيقطع. يا بيت الاولاني، الاولاني معلش. الولد ده الكتاب بتاعه بيقول لك ايه؟ والنهد بتاعها للاسف. لا خلاص خلاص خلاص، والنبي عشان خاطر ايه؟ عشان عايز يسافر.